السلام عليكم. ايه وصلنا البرازيل. هو عم ناكل هون بالبرازيلية ما شاء الله الجبن مع البندورة. شوفوا هذه القهوة مع حليب ميزي فيها البرازيل. هو شو هذيك كوشينية برازيلية؟ هذا من الدجاج بيعملوه ومقلي ما شاء الله دجاج من جوا وعجينة خاصة. هي بسموه بانكيك. هي بالبرازيل كمان تحت هاي لا جبنة هاي بالشايكة من جوا خبز مع جبن. إيش كيف هيك تطلب مع محشية بشكل جبرات متقسمة؟ هذا مع خبزية مع الزبدة. حياكم الله أخواننا الكرام، وكنتم معنا من قناة حسين صيفي تي في من البرازيل. حياكم الله.